الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية محمد الدراجي أن قروض العراق الخارجية تجاوزت 8 مليارات دولار، وقال الدراجي أن قروض العراق بلغت 8 مليارات و700 مليون دولار، مبينا أن هذه النسبة قليلة مقارنة بواردات البلاد الضخمة، وأضاف أن الحكومة تسعى للتقليل من خروج الدولار النفطي من البلاد، وكذلك التقليل من الضغط على الدينار للسيطرة على سعر الصرف من خلال تنويع التعامل بالعملات ومنها اليورو. احتل العراق المرتبة 5 بين الدول العربية المصدرة لمادة النفط التي تستخدم في إنتاج بنزين السيارات وفي الصناعة الكيميائية، وذلك خلال 9 أشهر من العام الحالي حسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الأمريكية. وذكرت وحدة بيانات الطاقة أن العراق سجل قفزة ملحوظة في متوسط صادرات النافذة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 179 ألف برميل يومياً مقابل 79 ألف و660 ألفاً في المدة المقابلة من عام 2023، ليأتي في المركز الخامس بقائمة أكبر الدول العربية المصدرة للنافذة. وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة توتال إنجينير استحوذت بموجبها على 50% من مشروع الطاقة الشمسية التابع لمشروع نمو الغاز المتكامل في العراق، وبموجب الاتفاقية التي تخضع لموافقة الجهات المعنية ستحتفظ شركة توتال بالنسبة المتبقية وهي 50% من المشروع، وسيتم تطوير المشروع على مراحل بين عامي 2025 و2027، حيث سيكون بإمكانه تزويد الكهرباء لحوالي 350 ألف منزل في منطقة أو في محافظة البصرة. أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط فرحات غوروز أن العراق استورد الفاكهة والخضار التركية بمبلغ 34 مليون دولار خلال شهر أيلول الماضي. وقال غوروز إن روسيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول التي استوردت الفواكه والخضروات التركية الطازجة بقيمة 38 مليون و400 ألف دولار خلال شهر أيلول الماضي، فيما احتل العراق المرتبة الثانية بقيمة 34 مليون و100 ألف دولار. كشف قسم الأبحاث في شركة الأم لوكالة تصنيف ستاندر أند بورز في تقرير له أن إسرائيل تواجه وضعا اقتصاديا صعبا بسبب ارتفاع حدة الحرب في الشمال. وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل سينكمش بشكل كبير هذا العام، وسيكون النمو سلبيا بمقدار 0.2%، كما توقع انخفاض النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال السنوات المقبلة ووصول العجز في الموازنة إلى 9% خلال هذا العام. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.